يعني طب هل الموضوع بقى فقدان الشغف بيحصل بشكل مفاجئ ولا بيكون ليه زي علامات كده حاجات تدريجية بنوصل بيها للمرحلة دي؟ حلو قوي. لا طبعا ليها علامات، ليها علامات بتحصل قبلها، من أهمها الملل. الملل مشاعر يعني ثانويه مش مشاعر اساسيه، يعني مفيش مشاعر اسمها ملل، يعني انا بعمل شغلي كل يوم بس مش بمل منه الا اذا في حاجه اخرى مضايقاني، عندي مشاكل في الشغل، عندي حاجه ضغطاني، عندي مشاكل ثانيه بره، عندي قلق او توتر، يعني قصدي عندي مشاعر اخرى وصلتني للملل ده. فالتكرار لوحده مش هو الممل، الممل ان انا بدخل في مشاعر اخرى سلبيه بتوصلني للملل. فرقم واحد في الشغف هي قصه التكرار او الملل. رقم اتنين انا يكون عندي تنوع، ما يكونش عندي حاجه واحده، يكون بقدر اعمل اكتر من اكتيفيتي بتبسط بيه، عندي بدايل دايما، عندي اولويات، فبعرف ابدل ما بين حاجه والتانيه. لما بزهق من حاجه عندي بديل. الحل السحري لفقدان الشغف هو وجود دوائر علاقات ناجحه، يكون حواليا ناس مهم جدا، مهم جدا يكون حواليا ناس بعرف اتكلم معاهم باللي جوايا، اكون حقيقي قدامهم، مش مضطر البس ماسكات، بكون بتكلم في اللي جوايا فعلا من غير اي تزيين ولا اي حاجه، زي ما انا قابلني زي ما انا من غير ما امثل. طب لو مفيش ده هل لازم هنا الجا لحد متخصص؟ طبعا الجا لحد متخصص في البدايه وادور اني اشتغل على ده، حتى لو فرد واحد في حياتك ده مهم، يكون في شخص انا ببان قدامه زي ما انا.